متابعي قناة جليل العروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غتشوفوا مجموعة من العروض والتخفيضات. بالنسبة كاين معنا هذه المرة 6 ديال التخفيضات، كل تخفيض تيتواجد واحد الجهة محددة. هي هاد التخفيضات هادي يمكن لها تكون تقريبا في أغلب المتاجر بيم، حيت راها عروض قديمة فايت لهم جايبينها في هاد السيمانات اللي فاتوا. وهاد الكتالوجات يعني تيتشابهوا فيهم تقريبا نفس العروض، نحاول ندوزهم لكم غير باش تعرفوا فين تيتواجدوا بالضبط. وما تنساوش قبل ما تبداو الفيديو تهبطوا لتحت وتضغطوا على زر ديال الاعجاب، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو الجديد. نبداو على بركه الله. كاين معنا هذا الابريق ديال الشاي اللي فيه يترو 400 مليلتر، يعني تقريبا يترو ونص اينوكس. الثمن ديالو 100 درهم 2000 ريال. كاين معنا طنجره من الالومنيوم، المارك ديالها امبيريال، تتهز 7 يترو، 8 إلى 330 درهم، يعني 6600 ريال. كاين معنا هاد الخلاط كهربائي داير 200 درهم، 4000 ريال. كاين معنا هاد الخلاط كهربائي اللي داير 230 درهم، تيهز يترو ونص، الثمن ديالو 4600 ريال. كاين معنا هاد القوالب ديال الحلوى، 3 ديال لي بياس، وفيه جوج ديال الموديلات، الثمن ديالو 70 درهم، 1400 ريال. كاين معنا هاد القالب ديال الحلوى اللي داير 30 درهم، 600 ريال، فيه جوج ديال الشكيلات، كاين هاد الشكل هدا ب600، الشكل التاني معنا حتى هو ب600 ريال. بالنسبة للقياس ديالو هدا 31 سنتيم على 11. كاين معنا هاد العصارة كهربائية دايره 100 درهم، 2000 ريال. بالنسبة لهاد التخفيضات راه تتبدا نهار الجمعة 8 مارس وتتستمر حتى 12 مارس. ما تنساوش الى عجبكم هاد الفيديو شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. واللي عنده شي تساؤل ولا استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات. اللي مجرب شي منتوج من هاد المنتوجات يهبط لتحت ويقول الراي ديالو في التعليقات باش كلشي يستافد. بالنسبه للتخفيض انتم غتشوفوا المكان فين تيتواجد بالضبط، ومازال معنا 5 ديال التخفيضات اخرين. بالنسبه للمنتجات راهم تيتشابهوا، يعني ما كاينش واحد الفرق كبير، واغلبيه ديال البيمات راه غيكون فيهم هاد المنتوجات، يعني ماشي كاملين ولكن الاغلبيه ديالهم. بالنسبه للتخفيض راه تيتواجد بحي الامال الجديده، هذا هو العنوان بالضبط. كاين معنا هذا التخفيض الثاني اللي كاين واحد الاختلاف بسيط في المنتوجات، يعني نحاول ندوز لكم غير المنتوجات اللي ما كانوش في الكتالوج اللي قبل. كاين معنا هذا الفرن الكهربائي اللي الكاباسيتي ديالو 50 يترو، الثمن ديالو 900 درهم، 18000 ريال. بالنسبة للإبريق والطنجرة كانوا في الكتالوج اللي قبل. خلاط كهربائي حتى هو كاين في الكتالوج اللي قبل، داير 200 درهم، كاين هاد العصارة 100 درهم، تقريبا نفس المنتوجات. باش منطولوش الفيديو، التخفيض حتى هو تيبدا نهار الجمعة 8 مارس وتيستمر حتى 12 مارس، وانتوما غتشوفوا فين تيتواجد بالضبط. بالنسبة للتخفيض تيتواجد بحي السلام، شارع جبران خليل جبران الجديدة. وللتذكير هاد التخفيضات راهم تقدروا تلقاهم تقريبا في بيم كاملين، ماشي كاملين ولكن الأغلبية ديالهم، حيت هاد المنتوجات راهم كانوا جابوهم هادي واحد جوج سيمانات. كاين معنا هاد التخفيض هذا الثالث، كما قلنا كاين 6 ديال التخفيضات، هذا الثالث اللي كاين معنا اللي فيه هاد الاختلاف اللي كاين في الكتالوجات اللي قبل. كاين فيه هاد الفرن الغازي اللي داير 2300 درهم، 46000 ريال، لامارك ايتيماد.
في هذا الفرن الكهربائي ديال 900 درهم، شتو في الكتالوج اللي قبل. كاين معنا عاوتاني هاد المقلاس اللي ما كانش في الكتالوجات اللي قبل، دايره 40 درهم 800 ريال، بالنسبه للقياس ديالها 26 سنتيمتر. بالنسبه لهاد التخفيض حتى هو تيبدا نهار 8 مارس يعني الجمعه، تيستمر حتى 12 مارس. كاين معنا زيت المائدة جوج يطرو، دايرة 34 درهم يعني 680 ريال راوية. بالنسبة لهاد التخفيض راه تيتواجد بمدينة سطاس بين بيطار، يعني هدا هو العنوان بالضبط. سنحاول ندوز لكم الكتالوجات بالزربه بحيث كاين تشابه في المنتجات باش ما يجيش الفيديو طويل. ولحد الان شفنا 4 ديال الكتالوجات، هذا هو عفوا 3، هذا هو الكتالوج الرابع اللي كاين معنا اللي فيه تقريبا نفس المنتجات، فيه الفرن الكهربائي، فيه الطنجره، فيه ابريق ديال الشاي. تقريبا نفس المنتجات يتعاودوا. تندوز لكم كتالوج غير باش تشوفوا المنتجات اللي فيه والعنوان فين تيتواجد. حتى يكون واحد الاختلاف بسيط ما بين الكتالوجات، كاين معنا هذا الثمن عفوا يعني هذا التخفيض حتى هو تيبدا نهار 8 مارس، تيستمر حتى 12 يعني نهار الجمعه. بالنسبه للمكان فين تيتواجد التخفيض انتما غتشوفوه بالضبط، من شارع الشجر جديدة عمارة الأندلس، هذا هو العنوان بالضبط. كما قلنا يعني هاد العروض راه تقريبا هتلقاوهم في أغلب متاجر بيم. هذا هو الكتالوج الخامس اللي كاين معنا، كاين معنا فيه نجرة سفايترو يعني دايره 330 درهم، راكم شفتو الثمن ديالها من قبل يعني 6600. كاين معنا الفرن الكهربائي داير 900 درهم فيها 50 يطرو. تسناو الفيديو الجاي غيكون ان شاء الله في العروض الوطنية اللي غتكون الجمعة المقبل 15 مارس، تكون جميع متاجر بيم. دابا واحد شوية نحط لكم الفيديو، نحاولوا تفاعلوا مع هذا الفيديو، اشتركوا في القناة اللي ما اشتركش وفعلوا الجرس، وتسناو الفيديو في أقرب وقت إن شاء الله. بالنسبة لهاد التخفيض هذا اللي شفتو معنا، هذا هو الخامس يعني هانتوما غتشوفو العنوان ديالو. شارع جبران خليل جبران الجديدة، تجزئة مبروكة. واخر تخفيض اللي كاين معنا، كاين اللي فيها الفرن الغازي اللي داير 46000 ريال، كاين معنا الطنجره اللي دايره 6600، كاين معنا ابريق ديال الشاي اللي داير 100 درهم، كاين معنا العصاره الكهربائيه اللي دايره 100 درهم، القوالب ديال الحلوى ثلاثه بهم دايرين 1400 ريال. يعني ما كاينش واحد الاختلاف تقريبا في المنتوجات. بالنسبة لهاد الكتالوجات كاملين يعني غيبداو نهار الجمعة 8 مارس، تيستمر حتى 12 مارس. وبالنسبة للعنوان ديال آخر تخفيض اللي كاين معنا، كاين حتى هو في 16، وهذا هو العنوان بالضبط. كما قلنا تقريبا هاد العروض هادي غتشوف غتلقاوها تقريبا في أغلب متاجر بيم، يعني ماشي غير العناوين اللي شفتو. اخواني اخواتي، الى هنا ينتهي الفيديو، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وما تنساوش تسناو الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون فيه العروض الوطنية اللي غتكون بجميع متاجر بيم الجمعة المقبل 15 مارس.
وإلى اللقاء فيديو.